ايه بقى التقنية بتاع الاكتيف ريدر؟ التقنية هي اسمها السكانينج سكيمينج. السكان سكيمينج هي عملية قايمة على سكان، يعني يفحص. اوكي، وسكيم بتساوي كلمة summarizing بعض الشيء، او زي ما بنسميها selecting او matching the keywords. واحدة واحدة كده في الأول. يعني ايه سكان؟ في أداة ميكانيكية معروفة على مستوى العالم اسمها سكانر، تعرفوا عنها طبعا، وعندنا كمان تطبيقات او applications على الموبايلز خاصة بالسكان، اللي انا اوجه الكاميرا بتاعت الموبايل على النص، النص الكاميرا تمشي سريعا على النص، تعمل سكان للنص وتنقله على الايه؟ على الموبايل. مظبوط؟ اهي دي نفس الخاصية اللي انتوا هتعملوها. You're gonna scan the passage by your eye، بعينيكم. ما تقرأش، ما تدخلش، ما تعديش المعلومات على عقلك، لا. انت سكان بتدور على ايه بقى؟ بتدور على keywords. ايه هي الكيوردز اللي المفروض ادور عليها وانا بعمل سكان؟ الاتي. اول حاجة اي proper noun، اي proper noun يقابلك لازم تعلم عليه، سواء بقى ان كان اذا كان name of person، name of place، name of day، month، animal، اي اسم علم يظهر قدامك لازم تعلم عليه. 2 any number، اي رقم تقابله لازم تعلم عليه. يبقى nouns، proper nouns مش اي noun، proper nouns ده اول واحده. 2 numbers، 2 numbers. 3 تالت حاجه ال super adjectives، يعني الحاجات اللي فيها superlative، comparative أو superlative، more than، bigger than، the most، one of the most، the biggest، the highest، the lowest، حاجات دي برضو اتعلم عليها. بس لا، في حاجة رابعة بقى مهمة جدا، الordinal conjunctive. لو لقيت مجموعة conjunctive عاملة ترتيب اللي هو first، next، then، after that، معايا؟ الحاجات اللي من النوعية دي، الحاجات اللي فيها ordinal، فيها ترتيب، تع...